بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولاً، سبحانه وتعالى على ما يسر من هذا اللقاء في هذه الكلية من هذه الجامعة المباركة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، التي هي القلعة الحصينة بإذن الله لحماية هذه الشريعة والقيام عليها. ثم أشكر المسؤولين والقائمين على هذه الجمعية الفقهية، على رأسهم رئيسها أو المسؤول فيها الشيخ عبد الله بن عيسى العيسى وزملاؤه من القائمين على هذه الجمعية المباركة، وكذلك سائر المشايخ والعلماء في هذه الجامعة التي نرجو أن تكون منارة مشعة للعالم الإسلامي، وأن تستمر في عطائها ونمائها المبارك. أيها الإخوة، الموضوع هو كما سمعتم الوسطية في الإسلام، وواجب طالب العلم، والوسطية معناها مأخوذة من الوسط، والوسط هو ما يكون بين طرفين، والوسط دائما هو المطلوب، وهو موطن السلامة بإذن الله، والأطراف معرضة للأخطار. وخير الأمور أوساطها كما في المثل، ووسطية هذه الأمة مأخوذة من قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا يدل على أن الشهادة لا تكون إلا من الوسط المعتدل، لا تكون إلا من الوسط المعتدل، لأنه موضع الثقة والأمن من الحيف، وما خرج عن الوسط فإنه طرف ومتطرف. فالخروج عن الوسط إلى الغلو والزيادة هذا تطرف، وهذا غلو وهلاك، والخروج أيضاً إلى التساهل والانفلات على الطرف الثاني هذا أيضاً هلاك وضياع، ولا يبقى إلا الوسط المعتدل. وهذا مكانة هذه الأمة بين الأمم: جعلناكم أمة وسطا. قال العلماء: أمة وسطا أي عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس.
لأنه يشترط في الشاهد العدالة والوسطية، فهذه الأمة مؤهلة للشهادة على الأمم، هي التي تحكم في ما عليه الأمم من صحيح وخطأ وصواب وضلال، هذه الأمة هي التي تشهد على الأمم، كذلك تشهد على الأمم يوم القيامة حينما تنكر الأمم الكافرة أن يكون بلغها شيء عن الله وأن الرسل لم يبلغوها، فهذه الأمة تشهد أن الرسل بلغوا أممهم، ولما كان الشاهد لا بد له من مزكٍ كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يزكيها، ويكون الرسول شهيداً عليكم. هذا يعطي أن هذه الأمة هي خير الأمم، وهذا كما في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهي نالت هذه المرتبة بين الأمم بوسطيتها، فهم وسط بين اليهود والنصارى في قضية الرسل، فاليهود جفوا في حق الرسل، قتلوا بعضهم وكفروا ببعضهم، والنصارى غلوا في رسلهم في الرسل، والعلماء غلوا في الرسل، والأحبار والرهبان اتخذوهم أرباباً من دون الله. يتمثل هذا في موقفهم من المسيح عليه الصلاة والسلام، عيسى بن مريم، اليهود جفوا في حقه وقالوا إنه ولد بغي وكفروا به وأنكروا رسالته، بينما النصارى قالوا هو ابن الله أو ثالث ثلاثة، اتخذوه رباً مع الله سبحانه وتعالى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً. فهذا موقف النصارى من الأنبياء الغلو في حقهم، حتى جعلوهم شركاء، بل ألحقوا بهم الأحبار والرهبان، اتخذوهم أرباباً من دون الله. واليهود على النقيض من ذلك، جفوا في حق الأنبياء وفي حق العلماء، وكذلك هذه الأمة وسط بين اليهود والنصارى في العلم والعمل، فاليهود أخذوا العلم وتركوا العمل، فصاروا مغضوباً عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة ولعنهم الله، والنصارى أخذوا العمل وتركوا العلم فصاروا يعبدون الله على جهل وضلال. وهذا كما في سورة الفاتحة في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي المعتدل، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين أخذوا العلم النافع والعمل الصالح، وهم هذه الأمة.
غير المغضوب عليهم وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل وهم اليهود. وكل من كل عالم لا يعمل بعلمه فهو داخل في هذا، ولا الضالين وهم النصارى الذين اتخذوا العمل والعبادة على غير علم فصاروا ضالين، ولا الضالين. فهذه الأمة هم المنعم عليهم الذين أخذوا العلم النافع والعمل الصالح. وكذلك هذه الأمة وسط بين اليهود والنصارى في مسألة الحلال والحرام، فاليهود تشددوا في الحلال والحرام وحرموا طيبات أحلت لهم، حرمها الله عليهم عقوبة لهم وهي حلال بسبب تشددهم تعنتهم، بينما النصارى تساهلوا في الحلال والحرام حتى شربوا الخمور وأكلوا الخنزير ولا يتورعون عن شيء. هذه الأمة ولله الحمد وسط في هذا، فهي تأخذ ما أحل الله وتترك ما حرم الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وكذلك هذه الأمة وسط بين الأمم في العبادة، فلا تجفو جفاء اليهود في العبادة، تتنصل من العبادة تترك كثيرا منها، تتكبر عن طاعة الله عز وجل، ولا تترهبن ترهب النصارى، رهبانية النصارى الذين غلوا في العبادة ولزموا الصوامع والبيع وتركوا ما أحل الله لهم في هذه الحياة مما يعينهم على طاعة الله. الرهبانية هي دين النصارى الذي ابتدعوه من عند أنفسهم، لم يشرعه الله لهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهم تشددوا في العبادة بينما اليهود جفوا في العبادة، وهذه الأمة ولله الحمد توسطت في العبادة، فكانت تعبد الله كما شرع الله سبحانه وتعالى، لا تترك العبادة وتفرط فيها وتتكبر عنها تكبر اليهود، ولا تغلو في العبادة فتعبد الله على جهل وضلال كما تفعله النصارى. وكما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، فهي أيضاً أهل السنة والجماعة من هذه الأمة وسط بين الفرق الضالة التي افترقت من هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 على 71 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهم
وسط بين هذه الفرق، لأنهم ثبتوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما غيرهم من الفرق فهم افترقوا عما كان عليه الرسول وأصحابه. يتجلى هذا في مواقفهم من المسائل التي حصل فيها الخلاف بين الفرق. فمثلاً في الأسماء والصفات، هذه الطائفة المنصورة، الطائفة الناجية المنصورة، وسط بين الممثلة وبين المعطلة. فطائفة المعطلة من المعتزلة وغيرهم نفوا هذه الصفات، بل الجهمية نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة نفوا الصفات، وهناك من نفى كثيراً من الصفات وأثبت بعضها مع أنها واردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من التوحيد، هي من التوحيد، توحيد الله عز وجل، لأن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هم انحرفوا في هذا الجانب فنفوا الأسماء والصفات وأولوها وحرفوها وعطلوا، ولذلك سموا بالمعطلة. على طرف النقيض معهم الممثلة والمشبهة الذين يثبتون، يغلون في إثبات الأسماء والصفات، ولكنهم يشبهونها بأسماء المخلوقين وصفات المخلوقين، لا يفرقون بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فيضربون لله الأمثال ويشبهونه بخلقه، والله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء. هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فإثبات بلا تمثيل وتنزيه لله عن التشبيه بلا تعطيل، هذا موقف أهل السنة والجماعة من أسماء الله وصفاته. موقفهم بين الجبرية والقدرية في القدر، لا شك أن الإيمان بالقضاء والقدر أنه من أصول الإيمان ومن أركان الإيمان الستة: تؤمن بالقدر خيره وشره، فالجبرية غلوا في إثبات القدر حتى نفوا قدرة العبد واختيار العبد، وجعلوه يفعل بلا إرادة وبلا اختيار، وإنما هو مجبور على ما يفعل. هؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد من اختياره ومشيئته، بينما القدرية النفاة وهم المعتزلة ومن سار في ركابهم نفوا القدر وجعلوا العبد يخلق فعل نفسه، ولم يقدر عليه أنه يكفر، أنه يطيع، أنه يعصي، أنه لم يقدر عليه هذا، وإنما هو أفعله بدون إرادة من الله وتقدير من الله. فهم غلوا في قدرة العبد واختيار العبد، بينما الجبرية غلوا في نفي اختيار العبد ومشيئة العبد، وغلوا في إثبات مشيئة الله وقدر الله، وجعلوا العبد كأنه يحرك بدون إرادة كالآلة. وهؤلاء جعلوه مستقلاً، معتزلة جعلوه مستقلاً
بلا مشيئة من الله أو قدر من الله وإرادة من الله، أخرجوه عن قدر الله وقضائه وزعموا له الاستقلال. أهل السنة والجماعة يقولون العبد له قدرة واختيار ومشيئة، لا كما تقوله القدرية، ولكنه يقولون له قدرة واختيار لا كما تقوله الجبرية أنه مسلوب القدرة والاختيار، ولكن قدرته واختياره راجع إلى قدرة الله ومشيئة الله، فهو الذي يقدر عليه وهو الذي، والعبد هو الذي يتحرك ويريد ويفعل بإرادته واختياره، لو شاء ترك ولو شاء فعل، فالله أعطاه قدرة واختيارا على أفعاله. وهناك فرق بين أفعال الله وأفعال العبد، أفعال الله لا بد أن تجري وتقع، لكن أفعال العبد قد تقع وقد لا تقع. وكهذا كما في قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قوله لمن شاء منكم أثبت المشيئة للعبد رداً على الجبرية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين يعطون العبد الاستقلالية في أفعاله وأنه خارج عن مشيئة الله وإرادة الله. فأهل السنة مشوا على ضوء هذه الآية وأمثالها فأثبتوا القدر وأثبتوا الاختيار والمشيئة للعبد، والثواب والعقاب يتعلق على مشيئة العبد واختياره وفعله، وأما القدر والقضاء فلا يتعلق به عقاب ولا ثواب، إنما هذا يتعلق بالعبد اختياره وإرادته، لو لم يكن له إرادة واختيار لما عذبه الله ولما نعمه الله على الطاعة، فالله جازاه على عمله، ولا يظلم ربك أحدا. كذلك أهل السنة والجماعة وسط في قضية أصحاب الكبائر من هذه الأمة من المؤمنين الذين وقعوا في كبائر من الذنوب لا تصل إلى حد الشرك والكفر، كبائر من الذنوب لا تصل إلى حد الكفر والشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر غير ذلك من الكبائر، إذا فعلها المسلم ماذا يحكم عليه؟ اختلفت الفرق في هذا، فالجبرية يقول إنه مجبور عليها، إنه مجبور على هذه الفواحش وهذه لا اختيار له، وهو غير ملوم لأنه ما له اختيار، وعندهم أن الله يعذبه أو ينعمه لمجرد مشيئة الله فقط وإرادة الله، لا لأنه عصى أو لأنه أطاع، لأنهم ينفون الحكمة، حكمة الله جل وعلا في خلقه، فهم يجعلون الله يفعل لا لحكمة وإنما لمجرد مشيئته، فهو قد يعذب المطيع وينعم العاصي لأن هذا راجع إلى مشيئته وإرادته فقط. على النقيض من ذلك، الجهمية، على النقيض من ذلك المعتزلة، و على النقيض من ذلك المعتزلة ومن سار في ركابهم ممن
يحكمون عليه بالكفر، الخوارج والمعتزلة يحكمون عليه بالكفر ويحكمون على صاحب الكبيرة لأنه كافر، يستدلون بآيات الوعيد: من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أمثال هذه الآية من آيات الوعيد، حكموا عليه بالكفر ولو لم يفعل مكفرا، وإنما مجرد الكبيرة تخرجه من الدين عندهم. في مقابلهم المرجئة، مقابلهم المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، المرجئة الذين أخروا الإيمان من الإرجاء وهو التأخير، أخروا الإيمان عن الدخول في، أخروا الأعمال عن الدخول في مسمى الإيمان، فهم يقولون الإيمان يكون بدون أعمال، الإيمان يتحقق بدون عمل، فلا يضر الإنسان إذا عصى، هو مؤمن كامل الإيمان، ولو زنى ولو سرق ولو شرب الخمر هو مؤمن كامل الإيمان، ولا تضره هذه المعصية، يعني لا تضر في إيمانه. ويستدلون بآيات الوعد والمغفرة والرحمة، ويأخذون بطرف من الأدلة، وأولئك يأخذون بالطرف الآخر من الأدلة، طرف الوعد الوعيد والتخويف، فعندهم خوف شديد، وهؤلاء عندهم انفلات شديد، وكل هذا في مسمى الإيمان، كل هذا في مسمى الإيمان، هؤلاء يسلبونه الإيمان بالمعصية، وأولئك يمنحونه الإيمان الكامل ولو عصى المعاصي الكبار، لأن المعاصي لا تضر والعمل لا يدخل في الإيمان بزعم المرجئة. أهل السنة والجماعة توسطوا وجمعوا بين الأدلة، بين آيات الوعد وآيات الوعيد، فقالوا المعاصي والكبائر تنقص الإيمان، وقد تنقصه كثيرا حتى يضعف ويكون كمثقال حبة من خردل، ولكنها لا تسلبه الإيمان بالكلية كما تقوله الخوارج، ولا تسلبه الإيمان بالكلية، بل يبقى معه إيمان ولو ضعيف، وأولئك يقولون معه إيمان كامل، المرجئة يقولون معه إيمان كامل لا ينقص بالمعصية، أهل السنة يقولون لا، المعصية تنقص الإيمان لا كما تقوله المرجئة، ولكنها لا تسلبه الإيمان كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لا تسلبه الإيمان نهائياً ويصبح كافراً، بل هو عنده مطلق إيمان، عنده مطلق إيمان، لا إيمان مطلق، لا الإيمان المطلق، مطلق الإيمان فرق بينه وبين الإيمان المطلق، لا يعطونه الإيمان المطلق كما تعطيه المرجئة، ولا يسلبونه اسم الإيمان كما تفعله الخوارج والمعتزلة، بل عنده مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأدلتهم كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار أن في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، دل على أنه يكون الإيمان ضعيفاً حتى يصل حبة خردل، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هم للكفر عندهم إيمان لكنه ضعيف، أقرب هو أقرب إلى الكفر لكنه ليس بكافر، فالإيمان يضعف،
لا كما تقوله المرجئة. أما أن المعصية تخرجه من الإيمان فلا، كما تقوله الوعيدية من الخوارج وغيرهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو جمع بين الأدلة. أما من يأخذ بطرف ويترك الطرف الآخر فهو من أهل الزيغ، كما قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب الكبائر من المؤمنين، وهو مستوحى من الأدلة التي تجتمع ولا تختلف. كلام الله لا يتناقض، وكلام رسوله لا يتناقض، بل يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. هذا موقف أهل السنة والجماعة بين هذه الفرق التي افترقت من هذه الأمة. كذلك هذه الأمة الإسلامية ولله الحمد في مسألة المكاسب والأموال هم وسط بين الشيوعية والرأسمالية. الشيوعية التي تمنع الأفراد من التملك، تجعل الملك للدولة، وبين الرأسمالية التي تمنح الأفراد الحرية في كسب الأموال ولو من الحرام ولو من المعاملات المحرمة، كما عليه اليهود ومن سار في ركابهم رأسمالية. اليهود والنصارى هؤلاء رأسمالية، يجمعون المال من أي وجه. وأما الشيوعية فهي تمنع التملك الأفراد، تجعل الملك العام للدولة، طرفها نقيض والعياذ بالله. أما المسلمون فيبيحون الكسب الحلال ويمنعون الكسب الحرام، ويملكون الأفراد من الكسب الحلال الذي حصلوه بكسبهم وكدهم. والله جل وعلا أمر بطلب الرزق، أمر بالبيع والشراء، وأمر بالاتجار لطلب الرزق. هذا دليل على الملكية الفردية، وإلا ما فيه ما داعي إن الإنسان يبيع ويشتري ويتاجر. تعطل الدنيا وتعطل الأعمال بهذه الطريقة. فهذه الأمة وسط في مسألة الاقتصاد الذي تتخبط فيه العالم اليوم. كذلك الجهاد، الجهاد شعيرة من شعائر الإسلام، بل هو ركن من أركان الإسلام عند بعض العلماء. الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. هناك من ينفي الجهاد، هناك من ينفي الجهاد ويقول الإسلام ليس فيه جهاد ولا يأمر بالجهاد، لأن الجهاد وحشية، سفك للدماء وإلى آخره. وهناك من يغلو في الجهاد فيقتل الأنفس البريئة، يقتل المسلمين ويقتل المعاهدين ويقتل أهل الذمة، ويقول هذا من الجهاد في سبيل الله. فهم على طرفي نقيض في هذا الأمر. أهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط في الجهاد، يقولون الجهاد مشروع، لا لأجل الطمع أو لأجل جمع الأموال أو الاستيلاء على الديار أو والملك والغلبة، وإنما الجهاد لإعلاء كلمة الله ونشر توحيد الله في الأرض ونشر العدل والرحمة للعباد، لأن الدين رحمة، وهذه الرحمة لازم تنشر بين العباد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن هناك من يقف في وجه هذه الرحمة لأنها تتعارض مع رغباته وتطلعاته، فيقف في وجه الجهاد ويمنع الدعوة إلى الله، ويمنع ويريد الناس يبقون على كفرهم وعلى ضلالهم وعلى شرهم.
لا بد من جهاد هذا النوع، ولا بد من قتاله، تكون كلمة الله هي العليا، ولأجل أن ينتشر العدل والرحمة بين البشرية، هذا المقصود من الجهاد. فليس الجهاد كل قتال، ولو كان بالجور والظلم وسفك الدماء من غير حق، وليس الإسلام يمنع الجهاد ويقول هذا سفك للدماء، ينظر إلى أنه سفك للدماء فقط، ولا ينظر إلى النتائج، وينظر إلى الحكم والأحكام التي شرع الجهاد من أجلها، لا ينظر إلى هذا، إنما ينظر إلى أنه سفك دماء فقط. فهذا تطرف. أعود فأقول إن الإسلام وسط بين الأديان، بين الأديان المتناحرة المتناقضة، وهو خير للبشرية ورحمة للبشرية، ولكنه يحتاج إلى جهاد، وإلى يحتاج أولاً إلى دعوة، ويحتاج ثانياً إلى جهاد، وإلى صبر، وإلى تعب من الدعاة والعلماء في ينشره. وهذا واجب طالب العلم أن يبين للناس، ويبين للطلبة، يبين للطلبة هذه الأصول حتى يكون على بصيرة، ولا يضلل، لا يضلل الشباب. يجب على المدرسين وعلى طلبة على العلماء وطلبة العلم أن يقوموا بهذا الواجب، وأن ينشروا هذا الدين وهذه الدعوة وهذا العلم، حتى يصبح الناس على بصيرة، ويخرجوا من هذا التخبط الذي نعاني منه الآن بين الناس. هذا واجبكم في هذه الكلية وفي غيرها وفي كل مجال، أن ينشر هذا الدين، وأن ينشر هذا العلم، وأن تعمم هذه الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى لعباده، حتى يكون الدين كله لله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.